السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس، علشان كده بدل ما تلفوا وتدوروا وتحتاروا جبت لكم جوجو اند روجا في محافظة بورسعيد، شارع الحميدي ومظلوم، منبع شنط المدارس المستوردة القطاعي بسعر الجملة. هنشوف كل حاجة، هنشوف شنط المدارس المستوردة وعنده كمان المصري، هنشوف شنط الدروس، شنط النوادي، شنط الثانوية العامة، شنط العجل الثلاثي لأول مرة كنت أشوفها بصراحة، شنط السلالم عجبتني جدا. الشنط عنده بتبتدي من أول 75 جنيه، عنده الغالي وعنده الرخيص، اختار اللي يعجبك عند جوجو أند روجا في محافظة بورسعيد. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم. كمان جايبالكم الشنط الترند اللي مكسرة الدنيا السنة دي. في فيديو النهاردة هتشوفوا من اول شنط الحضانة لغاية شنط الثانوية العامة والدروس والنوادي والبحر كمان. يلا بينا. يلا السلام عليكم. ماشي، قول لي بقى احنا فين الاول؟ حضرتك احنا حاليا في الحميدي ومظلوم، بورسعيد، محل جوجو. بورسعيد، محل جوجو اند روجا. ماشي. الملابس الجاهزه وشنط المدارس ولبس المدرسه. ماشي، هتورينا ايه الاول؟ حضرتك احنا عندنا عرض بيبدا من 75 جنيه شنطه حضانه. تمام، زي كده حضرتك شنطه من اول 75 جنيه بتاعت الحضانه. حضرتك والسعر هو مكتوب، يعني ما يجيش يقول لك لا سعر تاني هتقول لي سعر تاني ولا حاجه؟ لا طبعا استحاله. ماشي، 75 جنيه. ماشي، 75 جنيه. ماشي، في كذا شكل منه. ولاد وبنات. ماشي ماشي تمام. وعندنا كمان شنطه بتبدا برضه حضانه زي كده ب 100. 100 جنيه عندنا منها اكتر من موديل واكتر من خامه. كل ده تمام، اكتر من موديل واكتر من خامه حضرتك زي ما انت شايفه. ماشي، عندنا منها الازاز وعندنا منها الفوم والاشكال كتير والالوان كتير. الازاز دي يعني الاطفال تاخدها عادي مفيش مشكله؟ لا عادي يا فندم، هو مش ازاز. معاها؟ طبعا هتعيش. هي اسمها ازاز عشان ايه؟ هي اسمها ازاز عشان بتدي اللمعان حضرتك. بتدي اللمعان. وبعدين بارزه كده. وكده كده اصلا بارزه. ماشي، ودي احنا بنقول عليها فوم لانها مطفيه مش بتلمع. بس الرسمه بتاعتها جامده. ماشي، ب 100 جنيه. 100 جنيه بدانا 75 وبعدين 100. 100 جنيه. وبعد كده عندنا الشنطه المستورده. جميل، اللي هي 150 جنيه. حلو قوي. منها الوان، في واحده ممكن تنزل لو قريبه منك. منها الوان يا فندم ومنها اشكال جميله الصراحه عجبتني. دي ب 150 جنيه. 150 جنيه. مستورده حضرتك. دي لغايه ايه؟ يعني حضانه ولا اولى وثانيه؟ كل حضانه. كل ده حضانه. احنا حاليا في قسم الحضانات. ما شاء الله قسم الحضانات كتير كده. قسم الحضانات ب 150. 150 جميله. ب 150 عندي منها البناتي والاولاد. ما شاء الله. ماشي تمام. عندنا حاجه ثانيه زي كده، ده برضو شغل ازاز بارز. ده برضو ايه؟ طبعا 150. لا حضانه، ده حضرتك عامله 180 جنيه. 180. دي شنطه مستورده برضو عامله 180، دي ازاز بارز. ماشي، منها الاشكال. النيوكورن، ومنها ايضافي والدبدوب، ومنها هني. بناتي وولادي، اللي يعجبكم بقى هاتوا الولاد معاكم عشان يختاروا، لان هم لهم ذوق دلوقتي. وعندنا كمان حضرتك برضو حاجه زي كده حضانه برضو شغل شوية. شغل مستورد، خامات عاليه. 200 جنيه. عامله 200 جنيه. بصوا الاسعار مكتوبه. دي حضرتك انا اتحدى اي حد يبيعها ب 200 جنيه. جميله فعلا. اتحدى اي حد يبيعها ب 200 جنيه دي. كم سوسته؟ يعني بيسالوني كم سوسته مش عارف ايه. سوستتين يا فندم. سوستتين. سوستتين. ماشي، شغل حضانه. شغل حضانه حضرتك. شغل حضانه ب 200 جنيه. عندي كمان حاجه زي كده عامله 220 جنيه، دي اللي هي المضيئه اللي بتنور. ما شاء الله اللي ماشي. بص كده حضرتك. 220. 220 جنيه، ده اصغر مقاس. في اللي هي ايه؟ في اللي هي بتنور دي. حلو. ماشي، منها البناتي والاولادي باشكال كبيره. اشكال كبيره. مدلعين الولاد. طبعا. وعندي احنا عندنا غير الولاد. ما شاء الله. هم اغلى حاجه في حياتنا، احنا بنشقى وبنتعب ليل عشانهم. في كمان حضرتك عندنا حاجه زي كده، دي برضو مضيئه حضانه. ماشي. كي جي 2. ماشي، دي برضو المقاس ايه اللي هو اكبر من ده على طول، اللي هو الوسط عامه حضرتك. دي عامله 250 جنيه. ما شاء الله. دي عامله 250 جنيه. زي السبايدر دي حلوه قوي. في عندنا حاجه ثانيه برضو كده اشكالها وفنورها. كل ده حضانه ما شاء الله. كل ده حضانه. في عندنا كمان دي حضرتك ازاز بارز. ماشي، باشكالها وبالوانها وبموديلاتها. دي عامله 230 جنيه يا فندم. انا شفت السعر، انا عاجبني التشكيل ليه؟ لان بصوا على قد بقى الفلوس اللي معاك وهتجيبه.
من اول 75 جنيه بصوا اتدرجنا لغايه وصلنا اهو لغايه 230. عندي كمان حضرتك حاجه 120 جنيه زي كده عامل عليها عرض. طبعا عامل عليها عرض. لا يا فندم برده مستورده. يا فندم والله. طب حلو ماشي عامل عليها عرض كويس. وفي عندي كمان حاجه برده ثانيه زي كده مستورده عامله 150 جنيه. حلو برده 150 دي برده سوستتين حضرتك. سوستتين حضرتك ماشي. ودي كمان حضرتك حاجة زي كده ده شغل فوم مستورد. حاجة عالية بناتي وأولادي عاملة 170 جنيه. تشكيل كبير جدا بجد. أنا أتحدى أي حد يبيع دي ب 170 جنيه. ما شاء الله. أنت عامل عروض؟ افتتاح المدارس؟ عندي عروض. دخول المدارس؟ عروض. في عندي كمان حاجة زي كده شنطة بمقلمة. دي عاملة 220 جنيه حضرتك. شنطة بمقلمة ب 220 جنيه. اتنين سوستة زائد المقلمة. ماشي بص كده حضرتك كل ألوانها وموديلاتها. 20 بالمقلمة موفرة. أنا سماها الشنطة الموفرة دي. بدل ما تجيب شنطة ومقلمة هتجيب الشنطة والمقلمة مع بعض. في كمان حاجة زي كده حضرتك. ماشي دي اللي هي برضو 220 جنيه. ماشي جميع الرسومات اللي بيحبها الأطفال اللي هي حضرتك النيوكور النيوكورم أو كابتن أمريكا وإلسا وهانا. وفي هنا كمان سوبرمان. ماشي والحاجات دي. وكمان حضرتك بنتين. زي ما ابنك ولا بنتك عايزين. برضه في حاجات زي كده برضه رسومات بارزه حضرتك مستورده كم عاليه جدا. 220 كم عاليه جدا حضرتك. يبقى امسكوا يا جماعه لما تيجوا امسكوا الخامات وشوفوا اللي يعجبكم اتفرجوا عليها. طبعا بصوا انا ماسكاها لكم اهو. افتحوا السوست وشوفوها وامسكوا الخامات وشوفوها واسعه من جوه ولا لا هتناسب اولادكم ولا لا السن اللي هم موجودين فيه. كل ده حضانه. في كمان عندي الشنطه المنضاره اللي هي 3 دي حضرتك. دي بقى سعرها مفاجأة. دي بقى سعرها مفاجأة فعلا. دي 130 جنيه بس. 130 جنيه بس. الشنطة 3D الحضانة المنضارة. حلو. بناتي وأولادي يا فندم. عندك تشكيلة كبيرة ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. في برضه عندي حاجة زي كده حضرتك. دي على فكرة نازلة عرض. دي كانت 220 ونزلت عرض ال 200 جنيه. ما شاء الله. لا بجد تشكيل كبير ما شاء الله. شايفين كل ده احنا لسه في الحضانه ما شاء الله. تشكيل كبير جدا من اول 75 جنيه اعلى حاجه شفناها هنا ال 250 جنيه. شنطه الكتكوت اللي فوق دي برضه الحضانه. الكتكوت دي كمان. رسمه الكتكوت. ماشي رسمه الكتكوت حضرتك ايه؟ الاطفال الدلاعه الجامد. طبعا عصفوره او كتكوت. بكام دي الكتكوت؟ دي 100 جنيه بس يا فندم. والله 100 جنيه بس. يعني 75 100 150 ماشي. كل ده حضانه. هنعلى شويه. الشنطه المعجل دي طبعا بقى كل اللي بدور عليها بقى. الشنطه المعجل يا فندم دي حاجه. ده بص حضرتك ده شغل مستورد كله يا فندم. عجل فك وتركيب. عجله واحده فك وتركيب حضرتك. دي سعرها 420 جنيه. واو. سعرها 420 جنيه والله. فك وتركيب يا فندم. ربنا يعينكم والله. عندي منها حاجه ثانيه زي كده حضرتك. ده عجل ثلاثي اللي هو خاص بالسلم يا فندم. يا سلام. يعني يشدها كده بدل ما يشيلها يطلع بيها السلم. السلم معايا دي حضرتك. دي جديده دي ولا نزلت قبل كده؟ لا هي نزلت قبل كده. نزلت قبل كده. بس هو عامه حاليا السنه اللي مش عارفاها. ما شاء الله. بكام دي حضرتك قلت؟ حضرتك سعرها 500 جنيه بس. واو. 500 جنيه بس يا فندم. عندي منها اكتر من موديل لحضرتك. شايفين كل ده حضرتك. ماشي. الدعسوقه برضه نفس الكلام. برضه العجل ثلاثي. بص حضرتك دي رسمه القلب. حلوه العجل الثلاثي دي. دي رسمه القلب كده حضرتك اهي. ماشي. ودي كمان التيكت بتاعها. ما شاء الله. ماشي. دي نفس الاسعار ال 500 الثلاثي ده 500. ده سعر ال 500 حضرتك. ما شاء الله. ماشي 420 ودول كده 500 حضرتك. واللي ورا دول 500؟ كمان حضرتك حاجه زي كده. طبعا. اللي وراهم حلوين قوي. البنات اللي ورا دول بصراحه حلوين. ب 500 بتقول؟ دول حلوين. ماشي ايه تاني؟ عندي حضرتك حاجه زي كده. دي شنطه مصري ثلاث قطع برضو. شنطه مصري ثلاث قطع. امال اللي احنا شفناهم دول ايه؟ ده مستورد. ده مستورد. اللي مستورد قول لي عليه عشان الناس تبقى عارفه. دي بقى مصري يا جماعه. دي المصري بس ثلاث قطع اهو. بيقول لك اهو قطع سعرها 400 جنيه بس. 400 400 جنيه بس يا فندم. انت عامل عليها عرض ولا ايه؟ حلوه 400. دي ودي دي زي ده المستورد بتاعها. يا سلام. شايفين المصري اهي وادي المستورد ده. دي ب 400 المصري قلت. والمستورد بقى المستورد حضرتك دي عامله يا فندم. ايوه دي عامله 650. بسم الله ما شاء الله. 650 ثلاث قطع. بسم الله ما شاء الله. ثلاث قطع. بصوا انا عايزه اوريكم الخامات عامله ازاي. بصوا سوسته 2 3 غير الشنطه الصغيره غير المقلمه. اللي هو كل دي. والعجل الثلاثي اللي هو يطلع بيه السلم. والله الشنطه الصغيره دي لانش بوكس. دي لانش بوكس. والله ما شاء الله.
حلوة، التشكيلة حلوة، والأسعار برضو متنوعة. هي الأسعار عالية السنة دي شوية، بس هي دي الأسعار اللي نازلة. هي دي الأسعار اللي نازلة. ربنا يعني الناس والله ويرزقكم. حلو ما شاء الله. عندي كمان حاجة زي كده. حلو. ده مقاس وسط. شكلها حلو. جنيه في التبع قطع. ده المقاس الوسط حضرتك اهو. حلو برضو. عامل 600 600 بس حلو دي قوي. جميله. تاخد يعني برضو 1 2 3 3 سوست واللانش بوكس والمقلمه. 3 واللانش بوكس والمقلمه. حلوين ده بناتي دي شكلها جميله. ثلاثي. بصوا ما تشيلوش بقى يا اولاد، ولا تشيلوا على كتفكم ولا ظهركم ولا اي حاجه. هتشدوا كده ماشيين في الشارع طالعين على السلم، هتشدوا معاك. فاكر الترتيب كمان والله. لو عايز يشيل الشنطه يعين العجل، انت فاهماني حضرتك؟ يا سلام. يعين العجل عادي. يعني هو ممكن يفك ده ويشيل الشنطه دي كده لوحدها؟ يفك الشنطه ويعينها والله. يعين العجل حضرتك او يمشي الشنطه لوحدها. حضرتك قلت دي بكام؟ دي حضرتك سعرها 600 جنيه. حلو. تمام الله ينور. ماشي. ده المقاس الوسط حضرتك. ماشي. ده المقاس الكبير. ده لبناتي حضرتك. وده الاولاد يا فندم. اهو. لما اجي لك. ماشي. جميل اللون الازرق ده. حلو. برضه نفس السعر 600 جنيه؟ امريكا. لا دي حوالي 650 اللي هي الكبيره. الكبيره. ما شاء الله. وعندي منها الصغير برضه 600. بصوا يا جماعه، هو عنده تشكيله مختلفه واسعار برضه مختلفه. اللي يعجبكم بقى على قد الفلوس اللي معاكم. دايما اقول كده، على قد الفلوس اللي معاكم وعلى قد امكانياتكم هتلاقوا ان شاء الله طلبكم. عندي كمان حضرتك حاجه زي كده مستورد، عجله واحده. برضو حضرتك ثلاث سوست. ثلاث سوست. واحد اثنين ثلاثة. خامة اللي يقول عليها يا فندم خامة مستوردة. والله. طبعا. بص كده حضرتك. عجلة واحدة. دي حضرتك سعرها 450 جنيه. 450 جنيه. الله ينور. ماشي. عندي كمان حاجة زي كده يا فندم مستوردة. عجل منه فيه. الالوان حلوة قوي. الالوان عجباني صراحة. احنا كان معانا دي حضرتك 450 مستوردة. فك وتركيب يا فندم. والله برضه. فك وتركيب. حلو. انما دي حضرتك عجل منه فيه. ما تتفكش بقى. ما بيتفكش. عجلها ما بيتفكش. يعني كل شنطة لها ميزة يا جماعة. يعني الاسعار، اسألوا على الاسعار ليه كده؟ كل شنطة لها ميزة معينة. يعني في ممكن تتشال كده لوحدها، رايح النادي بقى رايح حاجة هيشيلها لوحدها، وممكن بقى لو عايزها بالعجل زي ما هي هيسيبها بالعجل زي ما هي. يبقى اسالوا على امكانيات الشنطه اللي انتوا بتدوروا عليها. تشكيله حلوه يا نونو. حلوه دي. ده حضانه دي 320. حلوه. حلوه. حلوه قيمه. تحس انها قيمه كده. حلوه ما شاء الله. ماشي. دي اللي قلنا عليها حضرتك سعرها 400 جنيه. 400 جنيه. منها اديلون يا فندم. ماشي. لون تاني. شايفين الالوان حلو التنوع ده. ماشي. لون تالت. رسمه ثالثه. صراحه الالوان جميله، يعني تفتح نفس الولاد كده على الدراسه، على السنه الدراسيه الجديده بقى. كل سنه وانتم طيبين ويلا يعينكم بجد. في كمان اولادي. دي الاولاد بتاعتها حضرتك. ما شاء الله. حلو. لا حلو عندك ما شاء الله، تشكيله حلوه قوي. ماشي. هنكبر بقى شويه. ده كل ده ابتدائي مثلا هنقول. ابتدائي واعدادي برضه. والله. ما امال ده ايه بقى؟ ثانوي. ثانوي يا فندم. اعدادي وثانوي. دي شنطه الدروس. دي شنطه الدروس حضرتك مستورده زي ما حضرتك شايفه اشكالها والوانها وموديلاتها عامله ازاي. الشنطه اللي قدام حضراتكم يا جماعه سعرها 300 جنيه. الشنطه اللي قدام حضراتكم سعرها 300 جنيه. حلوه. يعني 300 حلوه. اكتر من ميزه الشنطه يا فندم. دي شنطه دروس ماشي فيها 3 4 جيوب. وفي منها كمان سوستتين، وفي منها سوسته واحده زي كده حضرتك. بس كامله بايه؟ بالجيوب اللي فيه. ادي جيب اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وكمان مقلمه معاها، وسعرها 300 جنيه. حلوه. كل المجموعه دي 300 جنيه؟ كل المجموعه دي حوالي 300 جنيه. سبت ما عدا دي حضرتك معذره، دي سعرها 330 جنيه. دي خامه ثانيه خالص مختلفه عنه. خامه ثانيه ولا عشان لا خامه ثانيه خالص مختلفه عنه. 330 مش كتير يعني. مش حكايه 30 جنيه. هوريك حضرتك دلوقتي بقى الوانها وموديلاتها. ماشي. تمام. ماشي تمام. كده حضرتك معلش برضه على الصف اللي تحت ده كده شويه. بصوا شايفين؟ عندي تشكيله كبيره بجد، تشكيله كبيره وحلوه والوان مختلفه جدا. بتناسب بقى الولاد والشباب ما شاء الله، الولاد الشباب والبنات. ما شاء الله. ماشي. عندي كمان حضرتك الشنطه الرياضيه زي كده. شنطه النادي بقى. شنطه النادي. النادي. شنطه النادي حضرتك. ايوه. برضه سعرها في المتناول.
بصوا تشكيلة كبيرة بجد ما شاء الله، حاجتك عجباني لان عندك تشكيلة كبيرة في اسعار وفي الوان كده حضرتك. معلش في عندي حاجة ب 250 جنيه اديداس وسبورت ماشي، عندي حاجة زي كده 150 جنيه، عندي ده حضرتك 220 جنيه، دي برضو مدرسة ونادي ما تمشي باتنين، دي كمان حضرتك برضو البومة والبومة بألوانها 220 جنيه، عندي المايك دي برضو حضرتك بألوانها أربع ألوان يا فندم، دي سعرها برضو 220 جنيه، والشغل ده يا جماعة مستورد، يا جماعة الشغل ده مستورد. بصوا المصري احنا بنقول لكم عليه مصري، خلي بالكم. بص كده حضرتك ما شاء الله، دي بس برضو 220 جنيه، 220 برضو البومة دي حضرتك. لكن ايه الشنطه الترند اللي الكل جاي يسال عليها السنه دي اللي هي ايه؟ هوريها لحضرتك دي. ماشي، فعلا في شنطه ترند كده جايه، شنطه ترند هوريها لحضرتك دي. ماشي، بص كده حضرتك كل ده 220 220 220 عندي دي الشنطه بقى ضد الميه، ضد الميه والله مش ضد الميه حضرتك، دي حضرتك ضد الميه وسعرها 200 جنيه بس، 200 جنيه ده يروح بقى حمام السباحه بقى، 200 جنيه حضرتك. حلوه ماشي. في عندي دي كمان حضرتك شنطه دروس برضو عامله 150 جنيه نازل عرض، اللي هي هلو رسمه القطه، عندي منها اربع الوان وعندي دي كمان الدبدوب يا فندم، دي الشنطه الدبدوب اللي هي نزلت السنه اللي فاتت في نهايه الموسم وعملت ترقعه. يا سلام، طبعا في الموسم اللي فات عملت ترقعه ب 200 جنيه الدبدوب دي، كل الناس برضو جايه بتسال عليها حضرتك، دي سعرها 200 جنيه بس. ماشي 200 جنيه بس ماشي تمام. في منها حضرتك اكتر من لون، عندي منها السويد والليبيتي والفوشيا والبترولي وكمان اللون البينك. حلو، 120 جنيه. في كمان دي حضرتك شنطه تمشي درس وتمشي نادي في نفس التوقيت، تمشي برضو للكبار وللصغار حضرتك، يعني تمشي مدامات حضرتك. والله ماشي. طبعا في ناس كتير دلوقتي بقى حتى الاطفال ممكن يحطوا فيها هدوم الاطفال، الكلام ده في ناس كتير يا فندم بتستخدمها بتحط فيها هدوم الاطفال. دي مفاجاه، دي امبارح يا فندم بس كان سعرها 170 جنيه، والله النهارده سعرها بقى 150 جنيه. عامل عليها عرض ولا عامل عليها عرض؟ محل زوزو اندروجيا يا فندم عامل عرض على الشنطه دي من 170 ل 150 النهارده، تمام. 150 جنيه كويس. بص كده حضرتك الشنطه الاديداس بمقلمه برضه، دي ب 150 برضه، 150 جنيه، دي الوانها حضرتك تمام. بص كده، ودي يا فندم حاجه ثانيه، دي اديداس برضه بس من غير مقلمه، عامله 120 جنيه. في كمان الاديداس دي حضرتك 150 جنيه. ماشي، بالالوان. بص كل شنطه بفلوسها بالوانها. دي بقى الشنطه الترند، تستاهل نازله، تستاهل الشنطه الترند نازله حضرتك، تستاهل. استيراد يا فندم، مستورده، لونها فظيع. ماشي، في منها سبع الوان، حشت الكيس ده كده سبع الوان. لونها فظيع، سبع الوان. ده عاملة كام بقى؟ دي حضرتك 330، 330 جنيه. حلوة ان شاء الله، حلوة، لونها فظيع. عايزة امسك بقى برضو خامتها؟ لا خامتها طبعا، ده عليها يا فندم. ده ده لسن كام ده؟ يعني دي حضرتك لحد سنة معاكي والله. وفي ناس في جامعة 330 330 جنيه بس. حلوة، ما هي اللي معروضة دي؟ هي دي؟ دي حضرتك المعروضة، هي دي صح؟ 330 حلوة، 330 جنيه. عجبتني بجد. هجيب لك باقي الوانها برضو، عندي منها اللون لبني ده او زهري، ده جامد. بصوا تمشي برضو ولاد وبنات يا ولانا، تمشي ولاد وبنات. حلوة حضرتك، اولاد وبنات، حلوة قوي الكات دي، جميلة تمام. حلوة، تستاهل ال 330 بصراحة، دي عجبتني. دي مستوى، خامتها حلوة وسعرها حلو والوانها كمان حلوة، 330. بصوا كل التشكيل ده، بصوا يا جماعه كل التشكيل ده، بسم الله ما شاء الله، عنده تشكيله كبيره كبيره، المحل بسم الله ما شاء الله كبير، المحل كبير وعنده تشكيله كبيره. دي زيها برضو، لكن دي ب 250، ب 250 عشان الخامه مختلفه. هي خامه مش مختلفه ولا حاجه حضرتك، هو بس الفرق ما بينهم ان دي متبطنه واخده بطانه كامله، انما دي واخده بطانه نص، دي واخده الظهر بس. بص حضرتك هنا الظهر، الميزه برضو كل حاجه لها ميزه. طبعا طبعا، بص حضرتك كده اكتر من جيب واكتر من سوستة. بص كده حضرتك، ايوه ان شاء الله. ماشي، برضو بالمقلمه بتاعتها، دي سوستتين على فكره حضرتك، سوستتين من السوستة واحده، دي سوستتين اللي هي 250 جنيه حضرتك، اللي هي 250 دي كل الوان، يعني المبطنه كلها 330 والمبطنه الظهر بس ب 230، 250 250.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا كل اصحابكم. السلام عليكم.